في الذكرى 49 لازم كلنا نسترجع ذكريات كتير جدا، ذكريات النصر والعبور. والحقيقة احنا دائما بنحب نسمع الذكريات والتفاصيل والبطولات اللي قاموا بيها، لأنها بطولات كبيرة وقصص كتيرة متنوعة، قصص للأبطال، حكايات فيها روحهم ودمائهم وحياتهم، وقصص فيها تحدي، يعني قصص لا تتخيلها، وهي فكرة عقيدة الجندي المصري. الجندي المصري عقيدته الأساسية وهو يعني يلبس الملابس العسكرية أو الأفرول زي ما بنقول، وفي إيده السلاح، ما بيبقاش عنده غير حاجتين: بلده، أرضه، العرض، الكرامة، والاستشهاد. ده اللي بيبقى في دماغ الجندي المصري، هو لا يفكر غير في أرضه وحمايتها بـ 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 بكل الطرق. كتير من اللي كتبوا عن حرب أكتوبر والأقوال اللي قيلت بعد الحرب حتى من قادة الإسرائيليين، الحقيقة اعتبروها يعني هتلاقي العناوين الرئيسية اللي كانت في الصحف بأنه زلزال هز إسرائيل. ده كان عنوان صحيفة رئيسية بعد تاني يوم الحرب. طبعا هم بيعتبروه بالنسبة لهم يوم الهزيمة، هو كان يوم كيبور أو الغفران زي ما بيقولوا، لكن هم بيعتبروه يوم حزين، يوم حسوا ان هم قالك احنا اتضحك علينا. ما كانوش متخيلين ان خط بارليف اللي هم بنوه بهذه الطريقة وقعدوا يتحدوا الجندي المصري والقيادة المصرية بانه انت استحالة هتقدر ابدا يعني تعبر هذا الخط مهما حصل. قصص كتير جدا بنسمعها طول الوقت من ابطالنا. خلونا نكمل ونسمع ايضا قصص أكتر ونتعلم، وفرصة كمان الأجيال اللي ما عاشتش الحرب وما كانتش موجودة تسمع، لأنه التضحيات دي كانت تضحيات علشان اليوم ده اللي احنا موجودين فيه. يعني أنا موجودة بعد 49 عام في الاستوديو أمن وأمان، كنت بتكلم من شوية عن قد إيه عدينا، قد إيه بنينا، قد إيه عمرنا. لو تفتكروا الأغاني حتى كنا لسه بنقول يا صباح الخير يا سينا، وسينا كانت رمل. شوفوا سينا النهاردة بقت عاملة إزاي. خليني أخد المداخلة دي، وهو شارك في حرب الاستنزاف كما شارك أيضا في حرب أكتوبر، له بطولات كثيرة في معارك بحرية خلال حروب الاستنزاف وحرب أكتوبر. خليني أمسي عليه وأقول له أولا كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. حتى طيب يا فندم. لواء حسين الهرميلي فندم. لواء حسين الهرميل، اهلا بحضرتك ومشرفنا، وكل سنه وحضرتك بالف خير. حضرتك شاركت في حرب الاستنزاف، هذه الحرب الى الف يوم يعني خلت العدو بيكلم نفسه. احنا سيادتك بدات الحرب الاستنزاف بنكته 67، انا كان عندي 16 سنه وكنت من اصغر طلبه الكليه البحريه. تمام. ذلك الوقت وشفت في عيون المدرسين بتوعنا والقاده اللي شفناهم والضباط وزمايلنا الطلبه الاستعداد للنصر والانتقام للنصر. مرت الايام واتخرجت واشتغلت وحضرت حرب الاستنزاف، كملنا في حرب الاستنزاف عمليات كثيره بنأمن فيها المياه الاقليميه والاقتصاديه في البحر المتوسط، وحالفني الحظ ان انا اشتغل مع اكفأ القاده. الحمد لله النهارده جت الفرصه من اقول اكفأ القاده اللي كانوا في القوات البحريه العقيد عادل شراكي. فتره الاستنزاف دمر رمانه وبلوزه، وقع ثلاث طيارات من 16 طياره، وترقى واخذ النجمه العسكريه بطل، وبعد كده عمل عمليه اخرى وترقى الى رتبه العقيد فكان مقدم عقيد سبق دفعته، واستمرت العمليات. دخلنا حرب 73 واحنا في 73 كانت كل الرجال من اول القاده العليا الى القياده السفلى الى الصف الضباط الى الجنود عندهم اصرار للنصر، عندهم اصرار لعوده كافه اراضي جمهوريه مصر العربيه. ودي بدات حضرتك برضه عشان ما انساش من تشكيل هياكل القوات المسلحه بمعرفه الفريق محمد فوزي لما تمام. بدأ يأسس الجيوش اللي تبقى جاهزة للقتال. أما العمليات اللي تمت في 73 المدمرة الناصر بقيادة عادل شراكي، أنا كنت نقيب، منع لا غواص ولا وحدة بحرية ولا أي حد يقترب من المهنة الإقليمية والاقتصادية في البحر المتوسط.
من بورسعيد لغايه مرسى مطروح، ودي اعمال كانت مستمره وجديه، وكانت الجديه والجاهزيه ما سمعناش ان عندنا مسمار في عقد، ما سمعناش ان عندنا حد دون المستوى انه يضحي بروحه عشان خاطر مصر. اكيد ما حد، كنا جاهزين من لحظه ما الرفاض بيتحرك ونطلع بره المينا لتدمير اي نوع من انواع العدائيات البحريه، لان حضرتك عارفه المدمره طبعا تستطيع تدمر تحت السطح وعلى السطح والاهداف الجويه وتضرب الاهداف الساحليه. يعني المدمرات او الوحدات اللي هي التصحيه المقدسه من هذه الانواع ذات كفاءه، وكان الطقم عندنا من اكفأ ما يكون، والجاهزيه والجديه الحاجات دي النهارده لو الشباب عرفها، الجاهزيه طبعا والجديه والدقه طبعا. احنا لما كنا في التدريب قبل الحرب لو طلقه انحرفت بانحراف بسيط كان بيبقى فيها تحليلات ومشاكل طبعا. يعني حضرتك بتكلمني عن الدقه، الالتزام، وكمان المستحيل. يعني انت قلت جمله كده سياده اللواء، حضرتك قلت لي جمله وانت طالب كنت بترى في عيونهم انه احنا محتاجين النصر، يبدو انه الكلام كان قليل والفعل هو الاكثر. لا 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 مش محتاجين النصر، احنا انا شفت في عيونهم وانا عندي 16 سنه النصر. انت شفت النصر، جاهزين للنصر، جاهزين للنصر. يعني انا بشكرك وبقول لك كل سنه وانت طيب، ولكل حد قدم لنا كل حاجه يعني في هذا اليوم، ما افتكرش ان احنا ممكن ننساها، لكن الجميل انه اجيال جديده تعرف ازاي كان الانضباط والالتزام والجاهزيه زي ما حضرتك قلت لنا. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا لواء بحري اركان حرب حسين الهرميل، بشكرك شكرا جزيلا.